السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم خالد من قناة أوتاكو ستافز. راجع اليوم بمعلومات عن جيل فريكس والد جون، إن شاء الله تكون معلومات جديدة. ونبدأ مع المعلومة الأولى، أن أول ظهور له في المانجا كان الفصل 66، أما أول ظهور له في الأنمي كان الحلقة 37. الحقيقة الثانية، أن عمره في الأنمي 34 عاما على حسب التوقف، يمكن في المانجا يكون تعدى العمر هذا، بس فتوقف حق الأنمي الأخير 34 عاما. الحقيقة الثالثة، أن مجاله في الصيد هو مجال الآثار. المعلومة الرابعة، أن من أشهر أقواله أن الصيادون مجموعة لديهم عقدة الأنانية، يفعلون أي شيء لكي يحصلوا على ما يريدونه. المعلومة الخامسة، أن جين يشبه شخصية من نفس مؤلف هانتر إكس هانتر توغاشي، وهي من مانجا يويو، وأيضا لديها أنمي، والشخصية هي يوسكي. ستظهر الشخصية الآن على الشاشة، هي شبيهة جين، أو جين يشبه لها لأن الأنمي قديم من نفس مؤلف هانتر إكس هانتر توغاشي، يعني ممكن ألهمها شخصية يوسكي باختراع شخصية جين. وهذا اللي كان عندي اليوم يا شباب، أتمنى لكم اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم خالد من قناة أوتاكو ستافز، مع السلامة.